واللقاء مع الجوال احمد الزبيري. اهلا بيك معانا ونتعرف على نوع الانشطه المتميزه خلال عشيه الجوال يا ابو حميد. والله حضرتك اغلبيه الانشطه عندنا مميزه، يعني احنا بنمارس التلتين الانشطه او كل الانشطه. مثلا ثقافي وكشفي وديني ورياضي، يعني مثلا احنا متميزين هنا في الكليه، يعني مثلا اي نشاط يعني مثلا ما فيهوش عدد، احنا مثلا بنلعب، يعني انا بلعب يد وعندنا رزه مسرح، واحمد عندنا احمد حسن برضو فني. اغلبيه بنمارس كل حاجه الحمد لله. انت الشيء المحبب لقلبك يعني من خلال عشيه الجوال هو ايه وازاي بتبدع فيه؟ هو الشيء الكشفي. الكشفي؟ اه. ليه بقى؟ لان هي حاجه صعبه بتميزنا كتير عن صعبة. غيرنا و... يعني مش حاجه سهله. أيوة. الواحد بيلجا للسهوله دايما، يعني انت بتختار الاصعب. ايوه، وخصوصا احنا كطلبه كليه اداب احنا متميزين في الكشف، يعني من عقد ربطات لحاجات كتير. انت يعني مثلا شايف ان ده تحدي؟ ايه ده تحدي؟ ايوه ده تحدي. يعني مثلا طلبه كليه اداب والطلبه بتاعتها بتاع الجواله احنا متميزين في الكشف، يعني على مدار تاريخنا، يعني بسم الله ما شاء الله يعني علينا. انا اول مره جال لي كان 35، كنا نازلين بحاجه بشكل ارض على شكل مكتبه اسكندريه، اللي بعدها وفد الهنود الحمر برضو، اللي بعدها الارض كانت مجسمه عن القدس، وكان قبة، يعني ارضنا بتبقى مميزه عن غيرنا، يعني احنا بنبقى يعني فارقين عن غيرنا في حته الارض دي، يعني علشان كده بتبقوا دايما في التميز باستمرار يعني. اه الحمد لله. طيب يا ابو حميد، لو انا قلت يعني رساله بتوجهها لطلبه كليه الاداب وطلبه الجامعه بصفه عامه اللي ما دخلوش لسه الجواله واللي ما شافوش النشاط ده، يعني تقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني هيفوتك كتير لو ما مارستش نشاط، وخصوصا الجواله ده بتتعرف على ناس، يعني دي حاجة هما بيبقوا أكتر من إخواتك. أنا بالنسبة لي في الجوالة دول بيبقوا أكتر من إخواتك، يعني أنا جينا مثلا يعني يوسف، ثروت، حسن، رزة، فوكس، جوزيف، عوض، دول ده جينا، ده إحنا جيل واحد، إحنا كنا إخوات غير الأجيال اللي قبلنا، مثلا ما احتفظ الألقاب، يعني أسامة وصفوت وكمال ورأفت يعني في تنوع وكل ده الجميل انه مستمر مع بعضه على مدار الوقت والزمن يعني. ايوه، يعني في حاجة مميزة كمان، يعني احنا الخريجين بتوعنا بيجونا، يعني احنا مثلا عندنا بنقعد بنفطر مع بعض يوم الخريجين، يعني مثلا الناس بتيجي بأهلها وولادها وجوازها واللي بيجي بمراته، يعني ناس كقادة هنا في العشيرة معايشة، بتيجي بنقعد معاها، تيجي تقعد معانا، بيبقى عندنا على تواصل دايما، يعني مش بنبعد يعني خالص. اخيرا في ختام اللقاء ده تحب تقول ايه وتوجهه لمين؟ احب اقول يعني بنشكر العميد والوكلاء على وقوفهم جنبنا، يعني وخصوصا نشكر حد تاني استاذ محمد العقل ومدام دعاء، المشرفين بتوعنا ماشي، ونفسنا ولا بلاش. طيب عموما كامل التوفيق والتميز ليكو عشيرة الجوالة كلية الآداب جامعة المنوفية. شكرا.